طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. بين ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا ووصول أول وجبة من اللقاح الصيني الذي وصل يوم أمس إلى العاصمة بغداد في إطار هدية من الحكومة الصينية إلى حكومة الكاظمي، تطرح الكثير من الأسئلة. لماذا تأخرت وزارة الصحة في العراق كل هذا الوقت لبدء عملية اللقاح، علما بأن الكثير من دول الجوار بدأت عملية التطعيم منذ مدة؟ هل هو بسبب سوء التخطيط أم هو صراع سياسي أم فساد مالي؟ هل تستطيع وزارة الصحة توفير اللقاح للمواطنين العراقيين أم لا؟ هل يتخوف المواطن العراقي من تلقي اللقاح إذا توفر له، ولماذا؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم، حيث شهد العراق اليوم الثلاثاء قفزة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في أول أيام استخدام اللقاح الذي وصل إلى البلاد في وقت متأخر من الليلة الماضية. وقالت وزارة الصحة في الموقف الوبائي اليومي بأن الكوادر الصحية سجلت 4690 إصابة جديدة في مؤشر واضح على زيادة عدد الإصابات التي كانت تتراوح بين 3000 و4000 خلال الأيام الماضية. كما أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 30 شخصا جراء إصابتهم بالوباء، وتأتي هذه الزيادة على الرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات خلال الفترة الماضية للوقاية من الفيروس، من ضمنها حظر شامل للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، وحظر جزئي من الساعة 8 مساء حتى 5 صباحا بقية أيام الأسبوع. مسؤول في وزارة الصحة فضل عدم الكشف عن هويته أكد لصحيفة العربية الجديد بأن الوزارة ستقيم الوضع الوبائي ثم ترفع توصياتها للجنة الصحة والسلامة الوطنية بشأن تجديد أو تخفيف إجراءات حظر التجوال، موضحا وجود قلق من الطفرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي أصبح سريع الانتشار، فضلا على أنه أصبح يصيب الأطفال. وبدأ في العراق اليوم الثلاثاء تطعيم السكان بلقاح سينوفارم الذي وصلت الحصة الأولى منه ليلة الاثنين الثلاثاء. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر الثلاثاء بدأت عمليات التطعيم بلقاح فيروس كورونا في مدينة الطب والمركز الصحي في المستنصرية ببغداد على الكوادر الطبية، وأشار إلى أن عمليات التطعيم ستتم تباعا في بغداد والمحافظات. تابع بأن مجلس الوزراء رفع طلبا للبرلمان بشأن الحصانة القانونية للقاح فايزر الأمريكي، وأكد بأن العراق حجز 1,525,000 جرعة من لقاح فايزر، ولفت إلى أنه قريبا كما قال ستصل أولى الجرعات من تعاقدنا بشأن 16 مليون جرعة من لقاح كورونا. وقالت وزارة الصحة في وقت سابق بأن دفعات لقاح كورونا ستبدأ بالوصول إلى العراق مع مطلع مارس آذار الحالي. طبعا أول من أمس الأحد قال وزير الصحة حسن التميمي بأن الأسبوع الحالي سيشهد وصول 1,700,000 جرعة من اللقاح، وأشار إلى أن التسجيل للحصول على اللقاح سيكون إلكترونيا. أمس الاثنين انتقد عضو البرلمان كاظم الشمري تلكؤ وزارة الصحة في توفير لقاح الجائحة وعدم تعاقدها مع شركة فايزر وادعائها بأنها استوردت الدفعة الأولى، في حين بأن كل ما فعلته الوزارة هو انتظار لقاح تم التبرع به من قبل السلطات الصينية. وأكد في بيان عزمه على توجيه سؤال برلماني إلى وزير الصحة حسن التميمي بهذا الخصوص. أضاف سنوجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة حول أسباب تلكؤ الوزارة في توفير اللقاح، وما هي الدوافع وراء إعلان الوزارة بأنها استوردت الدفعة الأولى بينما هي قادمة عن طريق التبرعات من الصين، بالإضافة إلى العديد من الأسئلة حول إخفاق الوزارة في مواجهة الجائحة. إذن حالة من الفشل والتخبط الحكومي في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وعملية شراء اللقاحات المضادة للفيروس،
صاحبتها انتقادات كبيرة لعمل السلطات الصحية وزيادة كبيرة في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس في العراق. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. مأساة كبيرة يعيشها العراقيون اليوم مع إعلان السلطات الصحية وصول دفعة من لقاح ضد فيروس كورونا بعد التعاقد على شرائه، تبين أنها هدية من الصين. هذه الطائرة التي حطت في مطار بغداد وصاحبتها تغطية إعلامية كبيرة، توقع العراقيون أن تحمل لهم الآمال بالخلاص من الوباء، لكن آمالهم ذهبت أدراج الرياح عندما كشفت حقيقة أن اللقاحات القادمة إلى بلادهم النفطية هبة ومساعدة من دولة أخرى، وأن عددها لا يتعدى 50,000 جرعة. أما الطامة الكبرى التي فتحت أوجاعها أخبار وصول كمية خجولة من اللقاح الصيني، تكمن في الفشل والتقصير الحكومي في جلب اللقاحات للعراقيين رغم دخول البلاد منذ أشهر حالة حرجة في عدد الوفيات والإصابات بسبب كورونا ووصول اللقاحات إلى معظم دول العالم ما عدا دول فقيرة لا يتعدى عددها عدد أصابع الكفين. فشل السلطات الحكومية في التعامل مع وباء كورونا وإخراج البلاد من المشهد القاتم الذي من فك يفتك ويحصد أرواح العراقيين انتقدته الكثير من الجهات الدولية والمحلية، وبعيدا عن الصراع الذي يعيشه شركاء العملية السياسية وتبادل الاتهامات، فغالبية الكتل والأحزاب تحت قبة البرلمان تجمع على اتهام السلطات الصحية بالتقصير والفشل وتصف جهودها بالمخيبة للآمال. واقع متردد عكسته حالة التخبط التي تصاحب الإجراءات الحكومية برزت معالمها في التأخر الكبير باتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل السلطات وعدم فرض طوق صحي على المناطق الموبوءة بالفيروس، وعدم توفير المستلزمات الأساسية للمواطنين لدفعهم للتقيد بإجراءات الوقاية، إضافة إلى الفساد الحكومي والصراع السياسي والمحاصصة الطائفية التي ألقت بظلالها على أزمة كورونا، وكانت سبباً عند بعض السياسيين لتوفير اللقاحات ضد كورونا لأنفسهم بعيداً عن الكارثة الصحية التي تعيشها البلاد، ناهيك عن المخاوف الكبيرة من استخدام اللقاحات لأغراض الدعاية الانتخابية من قبل أطراف في العملية السياسية. كل ذلك دفع العراق لاحتلال المركز الأول عربياً والثامن والعشرين عالمياً بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، لكن الوقائع الحاضرة اليوم في العراق تؤكد أن السلطات في هذا البلد لن تدفع على الأقل في الزمن المنظور لأي إصلاحات تأخذ العراقيين بعيداً عن الأزمات التي يعيشونها. إذن شهد العراق اليوم الثلاثاء قفزة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في أول أيام استخدام اللقاح الذي وصل إلى البلاد يوم أمس، وقالت وزارة الصحة بأنها سجلت 4690 إصابة جديدة و30 وفاة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال 24 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة بأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 703,778 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 13,558 وفاة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 643,156 حالة بعد تماثل 3,517 مصابا إلى الشفاء، مضيفة أن محافظة البصرة تصدرت مدن العراق بأعداد الإصابات حيث سجلت 921 إصابة جديدة. ومثل ما نشوف إحصائية وزارة الصحة لهذا اليوم الموقف الوبائي للإصابات بالفيروس حسب المناطق والمحافظات العراقية كما نشاهده في هذه الصورة التي نشرتها اليوم وزارة الصحة في العراق. نعم، معنا اتصال أبو محمد من السماوة. أبو محمد، برأيك ألم تتأخر وزارة الصحة بلقاح كورونا مع العلم بأن الوجبة التي وصلت يوم أمس هي
تبرع أو هدية من الحكومة الصينية إلى الحكومة في بغداد، 50,000 جرعة فقط. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولا قناة الراشدين البطلة. يا أهلا بك. بالنسبة للقاحات أستاذ عمر، أعتقد العراق هو من الدول المتأخرة في جلب هذا اللقاح. نعم. وقبل كم يوم صار عندنا استطلاع للرأي عن هذا اللقاح ومدى فعاليته وموعد وصوله إلى العراق. وطبعا أنه حتى الدول الفقيرة، ومع احترامي لهذه الدول طبعا ولدورها مع شعوبها، انه هذه الدول مثل الصومال ومثل اريتريا وغيرها من الدول التي هي محسوبه على الدول الفقيره ومن بلدان العالم الثالث والتي تسود فيها ظاهره التخلف الاقتصادي، هي كانت سباقه في جلب هذا اللقاح الى ابناء شعبها، ومع العلم هي دول فقيره. العراق بالرغم من انه بلد ووضع الاقتصادي لربما يحسب انه افضل من هذه الدول، نجد انه هناك مماطله ونجد هناك بطء في جلب هذا اللقاح الى ابناء شعبنا العراقي. نعم. ما هي الاسباب برايك؟ هل هو سوء تخطيط؟ نعم. هل هو سوء تخطيط؟ هل هو من أجل يعني وضعه في كدعاية انتخابية لبعض الكتل السياسية؟ هل هو بسبب فساد مالي؟ ما السبب برأيك؟ نعم أستاذ عمر، لربما أيضا تشوف نعم هناك مشكلة في الصوت معك أبو محمد من السماوة، أرجو أن تعاود اتصال بنا. طبعا العراق احتل المركز الأول عربيا والثامن والعشرين عالميا بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا بحسب إحصاء لوكالة رويترز، وأظهرت الإحصائية التي نشرتها الوكالة بأن العراق جاء في المركز 28 عالميا بوفيات بلغت 13,428 وفاة، وإصابات بلغت 699,088 إصابة، تليه عربيا المغرب ثم الإمارات ثم الأردن. وأوضحت الإحصائية بأن أكثر من 114 مليون شخص حول العالم أصيبوا بالفيروس، فيما وصلت أعداد الوفيات عالميا إلى 2,639,664 وفاة في أكثر من 210 دول منذ تفشي الوباء في الصين في كانون الأول منذ عام 2019. إذن العراق يحتل المرتبة الأولى عربيا بنسب الإصابات. السلطات الصحية في العراق أعلنت هبوط طائرة في مطار بغداد الدولي فجر الثلاثاء تحمل أول دفعة من جرعات لقاح كورونا، وتحمل الطائرة القادمة من الصين 50,000 جرعة من لقاح سينوفارم، وهي عبارة عن منحة قدمتها الصين إلى العراق على أن تشتري الحكومة في بغداد كميات أخرى من اللقاح. هذا وأعلنت وزارة الصحة الحالية بدء عمليات التطعيم في بغداد، وأن توزيع الجرعات سيتم مباشرة على باقي المحافظات. ويعاني العراق من تفشي واسع للفيروس نتيجة تخبط الإجراءات الحكومية في التعامل مع الوباء. معنا اتصال. نعم، أبو شرار من السليمانية، تفضل أبو شرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك أستاذ العزيز، أنا من أحد النازحين من أهالي يثرب. نعم تفضل أخي. أستاذ العزيز، قبل البارحة يوم غدا صارت قعدة بين وبين المجاورين أخوان الدجيل، وطلبوا شروط علينا تردون الى مناطقكم بس بشرط، وهذا الشرط يعني لا انت تقدر عليه ولا انا اقدر عليه. شو الشرط؟ يقول يعني الشرط كل عائله تنطي اسامي دواعش اثنين.
اكو اساميهم ما موجوده بالحاسبه. هل هذا الشيء يقنعك؟ يقنع المحافظ؟ يقنع اي واحد؟ نعم. ايه فاحنا يعني انا منين اجيب؟ انا اسجل ابويا، اسجل اخويا، اسجل امي، اسجل من اني؟ خليك انت مكاني يعني، خلي اي محافظ صلاح الدين، خلي اي واحد. شلون يعني يطلبوني بهيك قرار؟ يعني انا ما ادخل منطقتي لانطي دواعش اثنين ولم يوجد اسمهم بالحاسبه، لازم ما موجودين جدد، منين اجيب جدد؟ ليش انا عندي موديلات 2021؟ صار لك ايش قد انت استاذ العزيز من ناحيه يثرب؟ استاذ العزيز انا صار لي 7 سنوات نازح في مخيم نعم. السليمانيه في مخيم عاشتي. اي ويقولوا لك لازم تعطينا اسمين من الدواعش حتى نرجعك. نعم انطونا قالوا الشهر الواحد تنفتح منطقتكم، هاي صار 7 سنين، قال بال 2021 بشهر الواحد ترجعون اوتوماتيكيا الى منطقتكم المحرره. البارحه صارت قعده بيننا وبينهم، هناك اكو شيوخ قعدت، لان يقول احنا عندنا اسامي مطلوبه بالحاسبه، العائله ترجع لازم اسجل اسامي اثنين ما لم يوجد اسمهم بحاسبه مطلوبه دواعش. يعني منين اجيب لك؟ اسجل من؟ اسجل اخويا؟ اسجل اسم من؟ يعني يا بريء راح اسجل اسماني. يعني اوضح استاذ العزيز احنا 3000 الف نازح، اذا كل عائله اسجل اثنين اثنين ايش يضل؟ يعني انا شفته بعيني، انا اشوفه بعيني، مو بس انت تركض ورا، انا راح اركض ورا، لان انا هواي راح في الشهداء. يعني استاذ العزيز يعني شلون بهيك حاله؟ انا قبل يوم عندي ابن عمي راح زوجته مريضه ورجع لقى جهاله 3 ميتين تحت الخيمه ولم يوجدهم اثر، كان بس الجثه اخذها وراح دفنوها الثلاثه بدون لا قتل ولا هذا ملابسهم. هل هذا الشيء يقنعك استاذ العزيز؟ يعني محافظ ناشد محافظ صلاح الدين، محافظ صلاح الدين زين ابو شرار يعني من اللي طلب من عندكم هذا الطلب؟ نعم. يا جهه حكوميه. نعم استاذ العزيز، منطقة جيراننا اسمهم البفدعوز. ايه شنو ذولا؟ تاب على الدجيل. تمام، الجهة اللي طلبت منكم لازم تبلغون على اثنين من الدواعش، من هذه الجهة؟ هم جيراننا استاذ العزيز، جيراننا قرية البفدعوز. ايه طلبت من عندنا هذا الشيء يعني طلبته من عندنا. استاذ عمر يعني شلون؟ يعني هم ذولا جهه امنيه لو بالحشيد لو شنو ذولا؟ نعم اي نعم استاذ العزيز، هذا قوات بدر. نعم استاذ العزيز، يعني اذا عندك اتصال في المحافظ في اي واحد قول له اكو قرار صدر البارحه واكو صور عندي واكو مقاطع فيديو واكو على هذا الشيء استاذ العزيز. كتران ظهر، لا تقول مثل فلوس، شنو انا نعطي دواعش اثنين؟ منين نعطيهم؟ ابري الراحه، اكثر قطر بوت عياله. ولازم ما يكونوا موجودين بالحاسبه. لا 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 لا، لا. يابا احنا عندنا تقريبا عشيره البعشمه بها 15 نفر 12 نفر مطلوبين اندمجوا مع الدواعش واساميهم موجوده، يقول لا احنا غيرهم، لازم اساميهم ما موجوده، كل عائله ترجع مثل هسه انا عائله ارجع عن اسامي اثنين لازم ما موجودين بالحاسبه، مثل ابويا يرجع اسامي اثنين ما موجودين بالحاسبه، اخويا كذلك، يعني كل عائله. استاذ يعني احنا نريد نطالب، احنا ما نطالب، احنا استاذ العزيز ما نطالب حكومه، نطالبك انت، يعني انت 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 ابو القيره، انت ابو الناموس، تتصل لنا بالمحافظ تقول اهالي يثرب طالبين من عندهم هذا الشيء هذا ومسند. ونعم اقسم باليمين، اقسم بيمين الله وكلام الله، طلبوا هذا الشيء. نعم برسمي وقانوني طلبوا هذا الشيء من عندنا. خاف تقول والله هذا احد النازحين اتصل وما يكذب، لا اقسم بكتاب الله وداعة ولدي. نعم بين طلب تعجيزي أستاذ. طلب تعجيزي أيه وطلب أيه من اجل خلق الفتنه بين اهالي هذه المنطقه، واضح الامر. اي والله ليه استاذ يعني انت اريدك توقف ويانا وتتصل بالمحافظ وتقول له يابا
طالبين من عندهم هذا الشيء. انا لعد هسه عاني من عندي داعش، انا كت هو دواعش قتلوا اخوي، انا شلون اسكت؟ بس هسه عاني ابو المصاب وانطي اسم من انا راح اروح انطي اسم اختي واسم امي، ماكو غير هي هاي الحل. نعم هي انطي ثاني اثنين وقعد. اما انطي والله انا بعد ما تحمل، انا صار لي 7 سنين نازح وظل انا بعد ها 6 سنين 4. فيا استاذ طالب من عندك ان شاء الله صوتك يكون مسموع، يكون مسموع ويوصل ان شاء الله. اني اشكرك ابو شرار والله يعينكم ويا رب ترجعون بالسلامه الى مناطقكم. معنا اتصال ابو عمر من بغداد. ابو عمر، لماذا تاخرت وزاره الصحه كل هذا الوقت باستقدام لقاح كورونا الى العراق برايك؟ حياك الله استاذ عمر. اهلا وسهلا بك. قناه الرافدين. يا هلا بك استاذ عمر. بالنسبه والتاخير اللي صار هسه ووزاره الصحه اللي هي للاسف اللي من 2003 ولحد الان هاي لا وزاره الصحه ولا كافه الوزارات، يعني خصوصا موضوعكم عن وزاره الصحه اللي هي ما تقدم اي خدمات للمواطن العراقي. نعم. يعني اللقاح دعت يعني من العلاجات والامراض، دعت من هاي الامور اللي المواطن اللي يستحق انه يقدموا له. نعم. قبل يعني احداث فيروس كورونا. الموضوع الثاني اللي جابوها في اللقاحات المتاخره يعني هي ما تقارب الانتخابات او يعني نقدر نقول بصوره عامه راح يكونون صعبين فضل علينا اذا راح يسلمون هذا اللقاح للشعب العراقي. طيب اذا قدموه للشعب العراقي، هل راح يكون له للشعب؟ يعني اي واحد كان له، بس خاص اللي تابعين لهم واللي احزابهم واللي راح اللي يعتمدون عليهم، هل يكون يوصل للمواطن الفقير اللي هو قاعد تحت الخيم او النازحين اللي ناس اللي ما حد ما يوصل لهم؟ هل يوصل لهم اللقاح يا ترى ام لا؟ راح يوصل ربحهم وناسهم واحسابهم الفاسده. نعم هي الانباء تؤكد بانهم ممكن انه يعني الكثير من الطبقه السياسيه قد يعني تلقت اللقاح قبل فتره، مو هسه. نعم هناك أنباء تحدثت بأن الكثير من الطبقة السياسية تلقت اللقاح منذ فترة. نعم أستاذ، طبعا إحنا بالدرجة الأولى يعني حكومة المنطقة الخضراء وحكومة الأحزاب اللي هي دائما اللي تحمل نفسها يعني من اللقاحات من كافة يعني الأمراض، هي طبعا بالدرجة الأولى وهم الشعب يعني أي شيء يصير به. يعني هواي صار عندنا يعني دعت من الفيروس، دعت من كل الامور، يعني الثروه الحيوانيه اللي صارت عندنا تدمرت، اللقاحات الدواجن اللي صارت، فهاي كلها يعني اللي يصير بالشعب العراقي يعني ما بيهمهم ابد نهائيا. هم يعني احنا اذا نعرف الحكومه بس هامه نفسها وهامه سلطتهم اللي متواجدين. يعني ما ممكن واني اذا قدموا لقاح اي مواطن للشعب العراقي سواء اذا كان نازح او في الخيام او في اي مكان ما يوصلون الزاد، لانه هاي الحكومه هي اصلا حاقده على الشعب وما تحب الشعب العراقي، ودلاله على نشوف اللي قاعد يصير بالشعب يعني بالتظاهرات، كيف يقمعوهم كيف يقتلوهم، ماكو حرمه للشعب العراقي وما يحبون الشعب العراقي اصلا في نظرهم ابد لا شيء الشعب العراقي. فهم الاولى يعني على الشعب وهم اللي على يعني مسيطرين على الشعب العراقي. نعم برايك هل سوف يستخدم هل سوف يستخدم اللقاح كدعايه انتخابيه من قبل كتل سياسيه معينه؟ استاذ والله بالنسبه يعني احنا كمواطنين عراقيين راح يكونون بهالناحيه راح يكونون صعبين فضل علينا، يمكن يسووا اي وزاره من هذول الوزارات اللي موجوده بسلطه الاحزاب ممكن يجوز يتوزع على كم فرد عراقي ويسوون فد اعلان فد تصوير لهم فمبادره يشكروهم انه فلان وزير قدم هيك وقدم هيك، فراح يصير دعايه انتخابيه بالضبط يعني 100% انا اقول يا استاذ راح يصير دعايه لهم ولاحزابهم الفاسده لانه صاحبين فضل والناس اللي تلاقت عليهم
قدموا لهم اللقاح، قدموا لهم يعني الخدمات، راح يزيد من شأنهم. لكن بس الشعب العراقي تاج عرف هاي الامور يعني من يعني الحيل مالتهم والوعود اللي كان يوعدوها قبل، وعود كلها بس وعود كاذبه. فالشعب العراقي تاج يعني ما ممكن انه يتجاهل الموضوع هذا ويشوف الحال اللي يعني راح يكونون صاحبين فضل عليه، ما ممكن ان يصدق بيهم لانه هاي الحكومه. نعم يعني انا اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا. ام علي من الموصل، تفضلي ام علي. نعم مرحبا، اهلا وسهلا بيش، مرحبتين، تفضلي. على هذا السؤال نازع الجهدي السالف يقول لازم تسجلون اثنين يلا ترجعون على مناطقكم. ايه هم ما شبعوا كل ولدنا بالسجون، السجون امتلت كلها شظام. نعم نعم ام علي، شلون يعني شلون؟ والله هاي مي حاله، ما يصير ما يصير ما يصير، التقوا الله. مصيبه، الله المعين والله كريم، الله كريم بالله. الله كريم ونعم بالله، الله على الظالم ان شاء الله. اني اشكرك ام علي من الموصل كانت معنا. كيان من بغداد، تفضل كيان. الو الو السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك حبيبي. طبعا انا احييك وحني احيي قناتك الكريمه المحترمه. حياك الله، يا اهلا بك حبيب قلبي. على اي لقاء جاي تحكي؟ هذول اساسا ما حاسين بوجود شعب 40 مليون بدول قلبك، هذول اساسا ما حاسين بوجودنا ولا بمعاناتنا ولا بضيمنا. يطلع حضر التجوال كأنه ما هو باعتبار الشعب غني، باعتبار الشعب متمكن، ما يحس بسائق التاكسي، ما يحس بالفقير، ما يحس بالجوعان، ما يحس بالمريض. أخي تعال شوف المستشفيات، مقومات الحياة ما موجودة، الأساسيات، مستشفيات خراب، زرفة مكرم السامع مستشفيات. تعال شوف المدارس ماكو، التعليم تحت الصفر، أول بلد علم الناس القراءة والكتابة عندنا 60% أمية، هاي ما صايرة بكل دول العالم ما صايرة. أي لقاح يا أخي يا أستاذ محمد، هذول يفكرون بأنفسهم، هذول ما يفكر إلا بنفسه، ما يفكر بالشعب العراقي، ما يفكر بالشعب العراقي أساسا. هذول حرام عايشين على الكرة الأرضية، على وجه الكرة الأرضية. هذول المفروض من الشعب العراقي ومن الناس الواعية المحترمة تطلع عليهم، الله شاهد تطلع عليهم وما تخليهم يلحقون يلبسون سترهم، هاي الوسخه سترهم الحرام البموال العراقيين الشرفاء. هاي الشباب الجاي تروح نفس الورد بالشوارع يوميه مقتوله الشباب، وكل بيت في ام مفجوعه وفي اب مفجوع، وكل بيت في اولاد اثنين وثلاثه مخطوفين او مفقودين او مريحين، وما حد يسال عليهم. امهات تبكي وعيونها ودموعها تنزف، عيونها تتنزف من الدموع، دم مو دموع، وما حد يحس بيهم، وماكو واحد طلع طيب خاطر هاي الامهات وقال يابا انا راح ادور وانا راح اتحدى قضيه ابنائك. ماكو واحد راح زار لام شهيد وطيب خاطرها، يابا ابنتي قتل وذول القتله كلمهم للقضاء، هذا القضاء راح ياخذ جزاء ابنك، واحنا برتب الخدمه. هي غير هاي الحكومه، هي الحكومه غير اب، احنا نعمه الحكومه غير نعمه، هاي الحكومه نقمه نقمه والله العظيم. لا ما نقوم عليهم قومه وحده، ما تصير لنا كل شاره ثق بذات الله. يا لقاح يا استاذ محمد، شنو قلبك هم تلقحوا من زمان، لا اليوم لا البارحه، وفضوها ونسوا العراق. من عمام الافندي اخذ اللقاح ونسى المواطن العراقي، صعد على شتافه وصعد على خيراته ويسرق بمواله وبحلاله ومجوعه ومعذبه ومرمره. تعال شوف الناس تحكي وين ارواحها بالشوارع، قسما بذات الله. وانت الشغل الشاغل بالشارع، الناس خطيه تفكر شلون راح يطلوننا 10 ايام هذا التجوال، منين نجيب احنا؟ منين ناكل؟ منين نشرب؟ حق الناس يا استاذ محمد، الناس عايشه باليوم 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 باليوميه، الناس عايشه باليوم قوتها يومي. وهذا ما يفكر الاستاذ، هذا الاستاذ يطلع على سفره من اللي غاز سفره 500 متر وفيها 6000 نوع، وين يفكر بالمواطن؟ يفكر بالجوعان، بالعريان، بالمريض، بالما عنده، بالمفقود، بالشهيد. هذا ما يهمه اساسا، كله ما يهمه. هو اللي يهمه اللي يهمه سرق العراق، ربع ايران، ربع امريكا، انتهى. امريكا تدبق عليه، هم دول اساسا متعلمين على الدبق قبل لا يجون العراق، قبل سقوط النظام.
مشان اتبرع تدبر عليهم الدول هذيك الدول ايران وامريكا وغيرها وجوا هنا فهذا ما يتحمل بعد لازم يشوف واحد يدبر عليه ناس تشت ايران تدبر عليها وناس تشت امريكا تدبر عليها هذول مدبره استاذ محمد هذول مدبره هذول مو ناس مو بشر هذول الله وكيلك مو بشر الخنزير انكرم السامع اسف من هاي الكلمات الخنزير اشرف واطهر منهم من مليار مره يا اخي هذول مو بشر هذول ما لهم وصف ما لهم وصف حارت فيهم الكره الارضيه ما لهم كل وصف وحسبنا الله ونعم الوكيل وشكرا لك جزيلا يا كيام من بغداد كان معنا ابو ياسين من بغداد تفضل ابو ياسين تحياتي لك اخوي حياك الله يا اهلا بك اخي هاي 100% هاي دعايه انتخابيه هاي الصور اللي مسوا على الناس الضعفاء اللي تمشي عليها مال الكراوات مو على الناس اللي تفهم الناس الواعي الوطنيين وين هي يعني كل انجاز ماكو هاي 18 سنه هم دمروا البلد انا ما شايف واحد فلس محافظات يكتب بالاطفال ويكتب بالشباب ويجي طبب لقاحات انت ما طببت اللقاح مو انت قتلت الشاب قتلت الشايب قتلت العجوز المن هاي دعايه انتخابيه اخوي اروح على مال الطب هاي مال الطب رحت لها قبل كم يوم ومال هاي المستشفى هاي من الطبول مال يرموك اخي والله مو مستشفى عفوالك صناعه مال السيارات كل يعني ماكو وسخه كلها دهن ما اعرف شنو كلها تكرم المايه يعني الصاحي اذا يدخل هاي المستشفى يوقع هناك يتمرض يلا وين كلهم ناس كذابين اخي ناس كذابين بس هاي خلي مشروع الناس الضعفاء نعم وانا اشكرك اخوي شكرا ابو ياسين من بغداد كان معنا مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه ناخذ هذا الفاصل ونعود لكم أهلا بكم من جديد حذر النائب في البرلمان باسم خشام من سيطرة وتحكم التيار الصدري كما قال بلقاح فيروس كورونا فور وصوله إلى العراق خشام قال بأن وزير الصحة ومعظم وكلاء الوزارة من التيار الصدري وبالتالي فإن التيار هو المتحكم بالوزارة واللقاح وحياة المواطنين وأضاف بأن هناك مخاوف من استخدام هذا اللقاح لأغراض الدعاية الانتخابية من قبل التيار الصدري وأطراف سياسية أخرى نعم طبعا أعربت لجنة الخدمات النيابية عن استغرابها من التصريحات المتناقضة والمتضاربة لوزارة الصحة بشأن وصول لقاحات فيروس كورونا وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي بأن تصريحات وزارة الصحة تضاربت بشكل غير معقول ما أقلق المواطنين بشأن إمكانية حصولهم على اللقاح وأوضحت بأن تصريح الوزارة المثير بأن اللقاحات ستصل في حزيران القادم أمر عجيب ومستغرب لأن دولا أقل إمكانية من العراق بدأت بتطعيم مواطنيها وأضاف بأن الإعلان عن وصول اللقاح الصيني الذي تبرعت به بكين ما يزال مبهما من حيث كمية اللقاح ونسبة المشمولين به من المواطنين وطالب وزير الصحة بالحضور إلى البرلمان للوقوف على هذه الحقيقة هم طلعوا بالصور قالوا وصل اللقاح والتصريحات من قبل سياسيين وبرلمانيين يؤكد ما نشرته قبل يومين سفارة الصين في بغداد بأن 50,000 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا وصلت كهدية أو تبرع لحكومة بالنصر قالت لحكومة العراق معنا اتصال أبو فيصل من السعودية تفضل أبو فيصل دام فضلك السلام عليكم أهلا وسهلا بك يا أهلا بك كيف حالك عمر أهلا وسهلا يا أهلا بك
تحية لك وتحية للقناة وتحية للكادر الطيب وتحية للشعب العراقي. يا هلا بيك. بالنسبة لمأساة العراق أستاذ، هي بسبب هذه العصابة المجرمة هذه الشرمة، أما فهم أصعب من المرض هذا الجديد الكورونا، وهي المرض هو هذه الحكومة المجرمة بالعراق، هي التي هي فعلت بالعراق ما لم تفعل أي مرض وأي، فهذا النظام هذا غير قابل للحياة، لابد من الشعب. السبب الأستاذ عمر هو الشعب، ليش ما يقوم قومة واحدة ويتخلصون هذا النظام؟ لا يفيد ولا ديمقراطية ولا هذول، لا يعني هذول مجموعة جهلة قتلة مجرمين حرامية يشتغلون لدول معادية للعراق. وتحية لك. حياك الله، يا هلا بك. طبعا في ظل تبادل الاتهامات بين شركاء العملية السياسية، انتقد النائب كاظم الشمري الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا وشراء اللقاح، وقال الشمري بأن المعلومات التي اطلع عليها المجلس بشأن عمل وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا مخيبة للآمال وخجولة، ولفت إلى أن كوادر الوزارة من مختلف التخصصات هي من واجهت الفيروس وليس إدارة الوزارة. أضاف الشمري بأن اللقاح وصل لكل دول العالم باستثناء أفغانستان واليمن وبعض الدول الأفريقية والعراق، وأضاف بأن الطامة الكبرى تكمن في حديث الوزارة عن وصول أول وجبة من اللقاح الذي تعاقلت عليه، وحقيقة بأنه هدية من الصين للعراق. معنا اتصال أبو ذو الفقار من نينوى، تفضل أبو ذي الفقار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر مرحبا. يا هلا بيك، أهلا وسهلا بيك. أخي العجيب هذول ما يستحون، ما عيب عليهم يستجدون يقدون لقاحات من الصين ومن غير دول، ويسوون نفسهم حكومة ودولة وسياسيين يفتهمون. وزارة الصحة نعم، أول شيء دمروا العالم، منع التجوال، جمعوا العالم، تعويض عوائل الفقراء، بدل الإيجارات، بدل الأكل، بدل هذا، هاي المستلزمات كلها ما مفريها، يريدون يسوون إغلاق كامل على الناس. والله خليك جلون من أنفسهم، 50,000 لقاح، هذه الشركة في 40 مليون مواطن عراقي، مواطنين لا عمل ولا شغل. هم لو خايفين على الشعب العراقي ما يقتلون المتظاهرين بشوارع، يقتلون المواطن العراقي يومية، نسوي لهم علينا هرجة، وعلى المواطنين، على الثوار، وعلى المتظاهرين قتل بشوارع. هم خايفين عليه، خايفين على أنفسهم، ما خايفين على الشعب العراقي. إذا جاء لقاح إذا ما جاء، 40 مليون عراقي بحاجة إلى اللقاح، والله دول فقيرة وصل اللقاح ولقحوا تقريبا 20% من شعبه، والعراق متأخر، وأغنى دولة بالعالم بالنفط، بالثروات الموجودة داخل الوطن. هذول يعتمرون بأوامر إيران وغير إيران، أخر اللقاح، حول اللقاح علينا، هاللقاح المتعاقد عليها بالملايين الجرعات، ترى حولها لإيران، وكن عارف قوانين مسؤول عن كلامي. وأنا مواطن عادي. نعم، شنو رأيك بكلام النائب في البرلمان باسم خشان، قال وحذر من سيطرة وتحكم التيار الصدري بلقاح فيروس كورونا واستخدامه كدعاية انتخابية، شو تقول بكلامه؟ نعم نعم، هذا موجود أخي العزيز. نعم. تسمعني أبو ذو الفقار؟ هذا الأسلوب موجود عند الأحزاب وموجود عند المتحكمين بالقرار العراقي الداخلي ولا الخارجي، لا الخارجي هو متحكم بالقرار عليهم ويفرض عليهم. نعم نعم، والتيار الصدري هو المتحكم بالقرار، الحكومة اللي تحكم الشعب العراقي. وشكرا. نعم، أنا أشكرك أبو ذو الفقار من نينوى كان معنا. طبعا كذلك رجحت مصادر حكومية في العراق فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع في مدن
البلاد للحد من تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك قبل اجتماع لجنة الصحة والسلامة يوم غد الأربعاء. وأوضحت المصادر بأن هناك توصية بفرض الحظر الشامل لمدة أسبوع ثم الذهاب إلى الحظر الجزئي مع الاستمرار بتنفيذ إجراءات الوقاية نظرا لارتفاع عدد المصابين إلى مستويات لم يسجلها العراق من قبل. طبعا يعني الغريب في ما جاء من إجراءات لوزارة الصحة والحكومة خلال الأشهر الماضية، يعني خلوا الناس تطلع وتروح وتفوت وتجي، وكمامات ماكو، كمامات ماكو بالشوارع، بعدين بلحظة يجون يفرضون الإجراءات بشكل مشدد. ليش ما أنت خليت هذه الإجراءات متلازمة، على الأقل لبس الكمامات عند الناس خلال هذه الفترة؟ وبالمقابل مدى نشوف أنه هناك تحرك جاد من قبل الحكومة لتعويض أصحاب المهن اللي معتمدين على اليوميات. الرجال يطلع يشتغل يومية، يشتغل يجيب علاقة لأهله، ما يشتغل ما يجيب علاقة لأهله، يحصروها بأسبوع. زين أنت بالأسبوع إذا فرضت حظر تجوال وأنت صار لك أشهر مخليها سايبة الأمور، فاتح المطاعم والكافيهات وحتى اللي يلبس كمامة صار يعني أمر مستغرب، الناس تباوع عليه هذا ليش لابس كمامة، لأن الحكومة وزارة الصحة ما عندها إجراءات حقيقية. المفروض هذه على الأقل على الأقل الكمامة تبقى من بداية فيروس كورونا ولغاية الآن. أما موضوع الإغلاق والكذا، المفروض كان هناك جدولة خلال هذه الفترة ووضع حلول للناس أصحاب الدخل المحدود، أصحاب الكسب اليومي. مو أنت تجي بيوم وليلة وتفرض قراراتك وأنت ما موفر أي شيء للمواطن. يعني هذا الموضوع، الموضوع الناس دا نسمع ودا نشوف دا تلاقي صعوبة جدا. مو الموضوع منحصر بألف أو ألفين، ملايين الناس معتمدة على العمل اليومي حتى تجيب مسواق لأهلها. معنا اتصال، أكو اتصال. أبو أسد من الكوت، تفضل أبو أسد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك مقدم البرنامج، وتحياتي واحترامي لقناة الرافدين. أهلا وسهلا بك. البداية أنا أشكركم على هاي البرامج اللي توعي الناس عن الوباء الموجود بالعراق وعن النظام السياسي بالعراق بشكل عام. أنت تحدث عن قناة الرافدين، وقناة الرافدين مشكورة ما تقصر من هذه الأمور اللي تخص الشعب العراقي. واحدة من النقاط اللي تواجه العراق وواحدة من المصاعب اللي هو يعتبرها العراق صعبة هو وباء كورونا. هذا الوباء اللي تشب كل العالم. نعم. إجراءات اللي اتخذتها الحكومة العراقية إجراءات عشوائية خلية الأزمة عندها قصور. الحكومة بشكل عام مقصرة ويا كل الشعب العراقي. أكثر إجراءاتهم وتعليماتهم اللي ينطوها للناس هي قرارات ما مدروسة وما يعرفون عواقبها. ومثل ما تفضل جنابك عن الأوامر الحظر اللي تحظر على الفقراء اللي عايشين اليوميات مالتهم على العمالة. نعم. هذا راح يقطع الجوع. رئيس وزراء كندا أنطى قرار على شعبه كندي بأنه يلتزمون منازلهم خوفا من الوباء، ووفر لهم وصول المعيشة لبيوتهم. نعم. هاي الدول اللي حاطة بالها وكل عنايتها على شعوبها ناس تحكم بالعدل. احنا هنا مشكلتنا ما تعرف شنو هو، وين يا حزب يا سبب اللي يوصلنا لهذا الشيء. يعني اليوم وزارة الصحة تابعة الكتلة. نعم. يعني شو الظن يا أستاذ العزيز بأنه الكتلة الفلانية يوصل اللقاح مال الفيروس ما الأعضاء البرلمان والموجودين يأخذون اللقاحات الأول. نعم. يعني مشاكلنا كثيرة وإحنا ما إنا غير الله اللي خلص من هذا الوباء. وعسى الله يحفظكم ويحفظ الشعب العراقي ويحفظ قناة الرافدين. شكرا لكم. أنا أشكرك أبو أسد من الكوت، كان معنا اتصال أبو أحمد من الناصرية. تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أستاذي؟ يا هلا بيك، أهلا وسهلا. يا هلا بيك. والله أستاذي بالنسبة على هاي الموضوع مع اللقاح كورونا وما نعم. هاي الشغلات هاي أنا أقول لك والله العظيم أصدق هاي اللقاحات
الشعب العراقي 90% ما حد يلقحه ولا واحد يلوحه. نعم. الفقير ما يلقحونه والفقير ما يدلونه، هاي اللقاحات لهم وربعهم والجماعتهم وثلاث ارباعها يعطونها بفضل مقتدى الصدر، هو يوزعها على ربعه، صدقني هذا الكلام المضبوط. نعم. اي ترى الفقير ما يلوحه، يموت ما لهم علاقه به، لو ينتب وين ما كان يموت ما يموت ما لهم دعوه به، واصلا ما يشتم ريحه اللقاح شنو. نعم. اي وانا اشكرك وهاي الحقيقه هي. نعم. انا اشكرك ابو احمد من الناصرية. طبعا خلية الأزمة، نختم بما قالته خلية الأزمة النيابية بأنه عدم وجود طوق صحي يفرض على المناطق الموبوءة بفيروس كورونا في العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.